اخيرا وقبل الفاصل، لان بعد الفاصل هينورنا الكابتن امير عزم مجاهد نجم نادي الزمالك السابق. الاستثمار الرياضي مهم جدا في مصر وفي العالم، وفي الاطار ده كاميرا برنامجنا برنامج الماتش كانت متواجده للاعلان عن المؤتمر الصحفي اللي اقامته شركه يو سي للتطوير العقاري علشان تعلن عن رعايتها لاكاديميه النجم الكبير الكابتن احمد حسام ميدو، اكاديميه ذا ميكر. الرؤى تلاقت سواء الأكاديمية ذا ميكر أو شركة يو سي إن هي تقدم أفكار تطويرية سواء لعملائها أو للاعبي الأكاديمية اللي بقالها تقريبا سنتين أو ثلاثة علشان يطور اللاعبين ويطور كمان الأداء الرياضي بالنسبة لعملاء الشركة. التنظيم جه من خلال شركة سترايك ميديا واللي بتعد من أكبر شركات التنظيم للمناسبات الكبرى. تفاصيل عن هذا التعاون وهذه الرعاية في التقرير اللي أجريناه من هذه المناسبة. احنا زي ما احنا شركة بتطور في العقارات، حبينا يبقى لينا دور في المجتمع ونطور في الأجيال اللي جاية ونساهم ونستثمر فيهم. فما لقيناش حد افضل من كابتن احمد حسام ميدو واكاديميه ذا ميكر، لانها برضو اكاديميه مصريه، وما حبيناش ان احنا نروح لاي اكاديميه عالميه او دوليه، لان احنا كنا قاصدين ان تبقى اكاديميه مصريه. لقينا ان هم عندهم نفس الفكر، ان هو مش بيختار المواهب او بيلاقي الموهبه ويعلمها، هو لا، هو بيطورها وبينميها وبيأسسها ان هو يقدر يحترف بره ويلعب في اعظم الانديه. عندنا تيم بيحاول يشوف ايه اللي ممكن يحتاجه العملاء بتوعنا، فلقينا ان احنا في حاجات كتير العملاء بتحتاجها، زي ان انت عندك اكاديميه رياضيه، ازاي تساعد العميل في ان بدل ما يروح بابنه بره ويروح مشوار كبير، لا احنا ممكن نساعدك ويبقى الاكاديميه دي جوه الكومباوند. انا اول حاجه فخور وسعيد جدا بالنهارده ان احنا بنعلن عن الشراكه ما بين ذا ميكر وما بين يو سي ديفلوبمنتس، لان احنا بنتلاقى في نفس الدايركشن وفي نفس الخط اللي احنا بنحلم بيه واللي احنا شغالين بيه، وهي الخدمه المجتمعيه. ذا ميكر فكرتها من الاساس ان احنا نحاول على قد ما نقدر ان احنا نطور الشباب اللي في اوقات كتيره جدا بيبقى عندهم الموهبه بس ما بيلاقوش الفرصه ان هم يتحطوا على الطريق صح. والحمد لله احنا بدانا الرحله دي من 3 سنين في ذا ميكر. لما اتقابلنا انا والساده المسؤولين اداره يو سي ديفلوبمنتس، واتكلمت معاهم واتكلموا معايا عن الطريقه والشكل اللي هم عايزين يخدموا بيها مجتمع يو سي ديفلوبمنتس وسكان يو سي ديفلوبمنتس. طبعا وجود ذا ميكر معانا اضافه قويه جدا للاستراتيجيه بتاعه الشركه واستراتيجيه المبيعات من خلال استهداف عملاء جديده بتطمح في تطوير اولادها بكونسبت مختلف عن اي اكاديميه موجوده. ده بيفتح المجال لعملاء جديده بتفكر فكر مختلف لاولادها ان يكون موجوده معانا. وجود ذا ميكر معانا دي بيعيا ميزه تنافسيه، بتخليك عندك حاجه مش موجوده في كل المطورين اللي موجودين جنبك او في نفس الديستنيشنز بتاعتك، فبتبقى ميزه للعملاء. العملاء دلوقتي اي عميل قبل ما بيفكر في بيت بيفكر في اولاده، بيفكر في الخدمات اللي موجوده في الكومباوند، فانت قدرت تجيب له حاجه قويه جدا تكون موجوده معاه في الكومباوند اللي هو ساكن فيه. الاستثمار الرياضي هو اهم حاجه دلوقتي في الفتره الحاليه في العالم او في مصر حاليا، هو استثمار رياضي في مساحات في مجالات كتير جدا جدا يعني. عشان كده النهارده احنا بنقول ذا ميكر هي من الأكاديميات المميزة جدا في مصر، ربنا وفق ميدو.